مزيد من التعليق على هذه الحادثة ينضم معنا عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور حيدر طويل. أهلا بك معنا في حصادنا الإخباري. بداية، يعني هذا الحادث ليس الأول من نوعه وربما لن يكون الأخير، يعني ما خطورة هذا الأمر؟ تفضل. مساء الخير، ونعزي أولا ذوي المغفور له الدكتور الاستشاري دكتور خالد سهير نعمة. مع الأسف الشديد، كما تفضلت، كلامك صحيح أن هذا الحادث ليس الأول وقد لا يكون الأخير. طبعا موضوع مؤلم جدا ومتكرر، وكلامنا صار حقيقة صار في تكرار كثير جدا. احنا ما نقدر نقول أنه لا توجد استجابات من الجهات الأمنية، أكو استجابات واضحة وأكو تحسن بالاستجابة عما سبق، لكن لا زال هنالك الكثير من الأمور يجب أن تفعل ويجب أن نعمل بها حتى أن نقدر نحمي كوادرنا. مثل ما معروف أنه الكوادر الطبية والجيش الأبيض هو ثروة للبلد، ومو مجرد أشخاص يعملون، دولة بالنسبة اللي يحافظون على صحة المواطن، يحفظون الأمن، الأمن الصحي للمواطن، ولهم دور كبير جدا في هذا المجال. طبعا نحن نشكر الجهات الأمنية بهذا الخصوص، خصوصا في لأول مرة نسمع أنه تم إلقاء القبض على أحد الجنات، وطبعا ما موجودة عندنا كثير من المعلومات حول دوافع القضية وحثياتها، وحتى إن وجدت لا يجوز الكلام فيها حيث أنها قيد التحقيق لحماية مسار التحقيق. لكن لا زال هناك الكثير من الأمور اللي نطالب بها كمجتمع أطباء لتفعيل قانون حماية الطبيب. تفعيل قانون حماية الطبيب هو ليس فقط مجرد مسألة إجراءات يعني إجرائية أمنية، إنما أيضا يشمل موضوع الإعلام، موضوع أنه دراسة هذه الظاهرة، الوقوف على حيثياتها وعلى أسبابها. فنرى لحد الآن الكثير من التحريض المباشر وغير المباشر عن جهل أو عن علم، لا نعلم ذلك، تؤدي في كثير من الأحيان إلى توتر بين الطبيب ومرضاه أو مجتمع بشكل عام. طيب دكتور، نتمنى أنه تكون نوصل بدرجة من الرقي. يعني أريد أعرف من جنابك يعني عن المكانة المهنية اللي شكلها الراحل طيلة فترة خدمته، وشنو الأسباب اللي وصلت إلى اغتياله؟ يعني هو يكاد يكون الموضوع مبهم. بالتأكيد هو مبهم، يعني الحادثة صارت اليوم، لا يوجد معلومات حقيقة بس بقيد التناول في الوقت الحالي. كل اللي علمناه هو نفس ما أذيع حاليا من القنوات من المنافذ الإعلامية. الموضوع الآن قيد التحقيق في أيدي القوات الأمنية، وطبعا حتى أن توفرت، مثل ما ذكرت، حتى أن توفرت المعلومات فلا يجب الإفصاح عنها بالوقت الحاضر حسب التعليمات وحسب سياقات التحقيق المعروفة. لكن احنا بدورنا هنا أنه نحاول أن نشير إلى الجهات اللي قد تؤدي بشكل، يعني أكو سيناريو متعمد أن يكون موضوع جزء من مؤامرة كبيرة على البلد استهدفت الكفاءات، وكانت هذه المؤامرة ولا زالت موجودة ومستمرة. عندما تمكنت الدولة من تضييق الخناق على المتآمرين وعلى المستهدفين لهذه الشرائح المهمة في المجتمع، قامت تظهر عندنا بطرق أخرى، قامت تظهر عندنا، تحولت من الاستهداف المباشر إلى التحريض الغير مباشر اللي قد يؤدي بعض الأحيان إلى التصفية، مثل ما قد يكون حصل مع كثير من زملائنا الراحلين، والقائمة طويلة من الراحلين من الجيش الأبيض مع الأسف. المهم أنه يعني إحنا نوضح إلى الناس أنه هذول الجيش الأبيض هم حماة الوطن، كما أن حماة الحدود، وكما أنهم حماة الأمن الداخلي وحماة الجيش، حماة البلد من الجيش والقوات الشرطة، أيضا هذول حماة شريحة مهمة من القطاع الأمني في البلد. يعني دكتور أريد أسألك هنا، يجب الحفاظ عليهم، يجب إعطائهم أهميتهم. يعني هيك حوادث ما مدى تأثيرها على هجرة العقول الجيدة من أطباء أكفاء يعني خارج البلد، وفي نفس الوقت يعني عودة الأطباء والكفاءات من خارج العراق إلى داخل العراق؟ بالنسبة للعودة، أنا ما سامع إلا في حالات نادرة شخصية
أنه أكو بعض الأطباء العراقيين يفكرون بالعودة إلى البلد بسبب الأوضاع الراهنة. أما مسألة الهجرة، نعم بالتأكيد معظم عدد كبير جدا من الكفاءات خسرها البلد، وخسرها من سيكون متضرر الأول؟ المواطن، المواطن ومؤسساته الصحية هو الخاسر الأكبر. طبيب من يطلع راح يلقى فرصته، وأكو من يحتضنه، أكو من يدفع له أفضل مما، ويعيش حياة قد تكون أفضل من حياته بالنسبة اللي هنا داخل البلد. لكن من الخاسر؟ الخاسر أنه تدني المستوى الصحي، ندرة الكفاءات خاصة الكفاءات النادرة والتخصصات النادرة بالبلد. يعني الدول تخسر ملايين حتى توصل طبيب إلى درجة الرموز اللي يتم تصفيتها مؤخرا. مع الأسف الشديد لنخسرهم واحد بعد الآخر، ولا نعلم القائمة هل ستتوقف عند هذا الحد أم لا زال فيها الكثير، وهل سيتم اتخاذ إجراءات أكثر ردعا من الحالية أم لا. احنا ننتظر هذا من سلوكيات أو من مسارات التحقيق وما يأتي بعد التحقيق في هذه الجريمة. نعم دكتور حيدر طويلة، عضو مجلس نقابة الأطباء، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.